وقد جاء أيضا في حديث شداد بن أوس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من دعائه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. وكذلك جاء في حديث آخر اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك حسن شكر نعمتك. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد أصحابه أن يستعينوا بالدعاء يا الله أعنا على الشكر، لأن ما الشكر ليس فقط أمر يعني هين أو سهل كما يتوقع بعض الناس، قال الحمد لله قلنا الحمد لله ما إنما نقول الحمد لله، لكنه لا يبين شكره لله عز وجل. فلذلك أرشدهم أن توجهوا إلى الله، استعينوا بالله في أن يعينكم على أن تشكروا الله عز وجل. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، استعينوا بالله. اللهم أعني، ساعدني، أعطني القوة، أعطني كيف أشكرك يا الله. ولماذا جاء هذا الدعاء بهذه الطريقة؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وشرحه الحديث الثاني قالوا ينبغي للإنسان أن لا يفرط في توجهه إلى الله باللسان وبالجنان وبالأركان. كم؟ ثلاثة أشياء: باللسان والجنان والأركان. اللسان معروف هذه، الجنان القلب، ما الجنان، الجنان بالفتح، الجنان القلب، الأركان الأعضاء والجوارح. ما يقوله الإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. سؤال: قول باللسان وتصديق بالجنان، الجنان القلب، وعمل بالأركان، أركان هيش؟ الإيمان ولا الإسلام؟ الأركان، مو هنا معناها الأركان. ما أبغيناك أنت، أنا عارفك تعرف إيش أركان، أركان الإيمان ولا الإسلام؟ الأعضاء. كلمة الأركان هنا ما معناها أركان الإيمان ولا أركان الإسلام؟ وعمل بالأركان، الأركان أي الأعضاء والجوارح مثل ما ذكر. قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان. إيش يعني؟ أن الإيمان أن تنطق بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأن تعتقد ذلك بقلبك، وأن تعمل بجوارحك، هو ذي اسمه عمل بالأركان. هذا ركن، هذا ركن، الرجل ركن، هذا الرجل ركن، أركان جسد. كذلك في هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك اللسان وشكرك الجنان وحسن عبادتك الأركان. إيش الأركان؟ الأعضاء. حسنت. إذن في العبادة لابد أن تهتم بهذه الأشياء الثلاثة: يا الله أعني، حتى في لساني، لأن ما كل واحد تلقاه في الطريق في السيارة ساكت، وشي ناس لا لسانهم ما يتوقف عن ذكر الله. من الذي أعطاه وألهمه وأعانه؟ الله عز وجل. حتى تلقى جالس إنسان لا يتحرك ولا شفتيه، ها مو فيك، انتبه. قال جالس أفكر، مو سويت لنا زي ما فكرت،
صنعت لنا غسالة ولا هيك؟ قال لا قاس أفكر، يفكر في شيء ما منه فايدة، لا إنه قدم ولا أخر، ما إنه بصنع لنا برة يوم قاس أفكر. يعني هذا بسميه يفكر أصلا هو معناه ساهي غافل. أكثر الناس يقول يفكر يساوي أفكر يساوي غافل ساهي، ما أنه يفكر في شيء أنه سوف ينتجه أو يفعله لأهله لأسرته لنفسه. فلذلك اللهم عني على ذكرك، أطلب منك الإعانة على أن تسهل علي في لساني أن أذكرك. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فنحن من باب أولى. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الإعانة من الله أن يعينه على الذكر، فنحن هيش أولى بذلك، أن نطلب أن الله سبحانه وتعالى يعيننا على ذكر الذكر باللسان. وعلى شكرك، نطلب الإعانة من الله عز وجل أن نقدر نعم الله عز وجل وأن نشكرها بقلوبنا، وأن نترجم ذلك بحسن العبادة. وعلى حسن عبادتك، ما بس على العبادة، على حسن أداء العبادة كما يريد الله سبحانه وتعالى. وهو نفس الدعاء، اللهم إني أسألك لسانا ذاكرا. والذي يتعود على الذكر يسهل عليه الله عز وجل يذكره. تلقى شياب ما متعلمين، لكن الذكر ما يخوز من لسانه، وتلقى ناس متعلمين لكن البر ما يذكر الله عز وجل. فمن هو الأولى عند الله عز وجل وأقرب مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يذكر أكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى.